بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أصحاب السمو والفخامة، أصحاب المعالي، الحضور الكرام، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الكريم، راجيا أن يكون بداية موفقة لأعمال وفعاليات معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة. اليوم تتشرف الدوحة مجددا باحتضان حدث عالمي ينسجم مع التزامات قطر في التنمية المستدامة وطنياً ودولياً، ويشكل إضافة نوعية للمبادرات المتنوعة التي تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لشعوب الأرض كافة. وتأتي هذه المبادرات بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، في إطار تحقيق توازن بين حاجاتنا التنموية وحماية مواردنا الطبيعية براً وبحراً وجواً، وذلك تحقيقاً لرؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تعد أحد ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل. وفي الوقت الذي تصاب فيه البشرية بالكثير من الكوارث والنكبات المؤسفة الناجمة عن عدم احترامنا لكوكبنا واستنزاف الطبيعة بشكل غير مسؤول، فإننا نتطلع من خلال هذا المعرض العالمي إلى مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز أو تفضيل. الحضور الكرام، بهذه المناسبة فإننا نجدد الدعوة للمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة، والتي تتخذ نهجاً واقعياً يعني بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة، ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع. كما ندعو إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للطبيعة. نحن نؤمن بأن المهام العظيمة لا تنجز إلا بالتعاون والتضامن وتبادل الخبرات وبالعمل الجماعي الدولي. يمكن أن نخلف الأجيال القادمة عالماً صالحاً للحياة الآمنة والمستقرة. أشكر جميع الدول والأصدقاء الذين انضموا لنا في هذا المعرض، متمنياً أن تثمر أعماله عن شراكات ومشاريع تجني خيراتها أجيالنا القادمة، ونرجو للمشاركين الضيوف والزوار إقامة طيبة في قطر وبين أهلها، ونرجو لأعمالكم كل النجاح والتوفيق، وأهلاً وسهلاً بكم في دوحة الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.